كابتن إيهاب المصري، عندنا تفاصيل كتير في المباراة، شايف المعسكرين باصين للماتش إزاي؟ طبعا هي مباراة القمة دايما هي عيد للكرة المصرية، طبعا مباراة بتكون مش مصرية بس، للكرة والله العربية والكرة الأفريقية، بتبقى محطة أنظار للجميع، الكل بيكون منتظر بلهفة المباراة بشكل كبير جدا، منتظر الأحداث، اصطحاب اليومين اللي قبل اللقاء والمعسكرين هنا سواء على السوشيال ميديا كمان بعيد عن الأجواء بتاعت الفرقتين، بعد اللقاء كمان بيكون في زي ما انت تتكلمي التحفيل بين الجماهير على السوشيال ميديا والتركيز على استفاد الكلمة دي ولا لسه؟ يعني لا خلاص يعني كلمة التحفيل بس بأدب، ما تعداش حدودي، ما هي تخطاش تحفيل مأخوذة من حفلة، من حفلة، ما هي بس عايزينها تبقى دايما لطيفة يعني. انا اتمناها يعني اتمناها تعادل عشان التحفيل ما يزيدش على حد الفترة دي والامور تعدي على خير ان شاء الله باذن انت الله. عايزها تعادل؟ انا مش عايزاها تعادل، ما هي لا وطبعا لو هن معروف لمين. ما هو ان انا فاهم، بس هنتكلم في الامور الفنيه طبعا. النادي الاهلي او نادي الزمالك، هنتكلم عشان بصفته هو صاحب الارض، نادي الزمالك بيبص لها من منظور تاني خالص او منظور مختلف. مصالحه جماهير ولا ايه المنظور اللي انت شايفه؟ اعاده الاستقرار كمان والهدوء لنادي الزمالك، لان نادي الزمالك بقاله فتره في الدوري الممتاز نتائجه او عامه مش في الدوري الممتاز بس، حتى في كاس مصر او في الكوره عامه النتائج مش في افضل حال، الاداء كمان مش هو الافضل حال، طول ما الاداء مش كويس النتائج مش هتكون كويسه. نادي الزمالك بيعاني من مباراه اسوان، مباراه الداخليه، مباراه الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، اخيرا مباراه بيراميدز في كاس مصر وخروج نادي الزمالك وصول بيراميدز للنهائي. الاداء مختلف تماما، نادي الزمالك الاداء في تراجع كبير جدا، تخلي مستر فيريرا عن اسلوب لعبه وطريقه لعبه من الموسم اللي فات اللي جابت له بطوله الدوري في ظل النقص العددي والنقص في الصفقات، اعتقد اثر بشكل كبير جدا على نادي الزمالك. 3 4 3 او 3 5 2 اللي كان بيشتغل بيها الموسم اللي فات وثلاثي في خط الظهر كانت يعني بتدي له قوه دفاعيه كبيره، بتدي له صلابه، كانت مقصه يعني كانت مدياله قوه بشكل كبير جدا، محافظه على دفاعات نادي الزمالك وكانت محافظه على الشكل المنظومه الدفاعيه نادي الزمالك، على عكس من مباراه اسوان لما بدا يتخلى عن ثلاثه وبدا يلعب باربعه في خط الظهر بثنائيه حسام عبد المجيد وعبد الهاني، اعتقد مؤثره بشكل كبير جدا دفاعيا على نادي الزمالك، في ثغرات كبيره جدا في خط ظهر نادي الزمالك. اي فرقه بتستغل النقطه دي وبتلعب في خط يعني على المساحات اللي في خط ظهر نادي الزمالك وفي خلف الاثنين المدافعين اعتقد بتسبب مشاكل كبيره جدا، وشفناها في المباريات السابقه ازاي، حتى في مباراه بيراميدز وبيراميدز ناقص العدد من اول 10 دقائق وسيناريو كان بيخدم نادي الزمالك، هدف في اول 10 دقائق لحسام عبد المجيد مع طرد علي جاب، لكن شفنا السيناريو لم يستغل وشفنا ازاي بيراميدز وصل لمرمى نادي الزمالك على العكس نادي الزمالك ما قدرش يوصل لمرمى نادي بيراميدز. فاعتقد الحاله الفنيه كمان لزيزو والامام عاشور بتاثر كتير جدا وبشكل كبير جدا على نادي الزمالك. لكن جلسه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع فريقه بالامس، هل شايف ان هي ممكن تكون بدايه لانطلاقه جديده، مع الاعتبار اللي احنا عرفناه من معسكر نادي الزمالك ان دونجا وزيزو ومصطفى شلبي واخدين بعض المهام اللي اتكلفوا بيها امبارح عشان يقفلوا المساحات؟ ما انا اقول لك يعني هي اكيد زي ما قلت لك هي بتاثر، يعني النتيجه هتاثر بشكل كبير جدا على مجريات كتير داخل نادي الزمالك، منها الاجتماع اللي حصل امبارح بين المستشار واللعيبه، لان هو عارف ان الفتره اللي جايه او اللعيبه عارفه وجمهور نادي الزمالك عارف اي نتيجه سلبيه لنادي الزمالك امبارح ممكن يعني تدخله في نفق مظلم زي ما بنقول، هتدخله لسه بدري على الدوري يا كابتن، مش قصه الدوري بس، هو نادي الزمالك للاسف دايما الهزيمه بتدخل الامور في مشاكل كبيره تعقد الدنيا والامور بتبقى صعبه جدا، خاصه انها ماتش بطوله احنا عارفين هي حتى لو في نص الدوري المباراه ملهاش علاقه، يعني الموسم اللي فات النادي الاهلي تفوق لكن لم يحرز الدوري، لكن هي بتظل بطوله خاصه، ايوه فهي دايما بطوله خاصه، بطوله منفرده عن بطوله الدوري.